ليش معصبة لهالدرجة؟ بس بتعرفي معك حق. شو قصدك؟ تشاندرا فيمان بعدين موم، يعني فشل ورا الثاني. بظن مسيرتك انتهت. لا تقلي لي انه كنتي مفكرة هالمهمة رح تنجح كمان. اسمعني منيح، مو لاني تحملت مسؤولية مهمة تشاندرا فيمان تقوم وتحطوا فشلة بالكامل علي لحالي، عم تفهم؟ شو عم تحاولي تقولي؟ خبرت الكل انه مقياس الارتفاع اللي صممته فشل، بس ما خبرت حدا شو السبب اللي خلاه يفشل. فشل لانه التصميم كان فيه غلط، يعني السبب واضح. وبطارية الليثيوم اللي شو مشانها يلي بسبب احترقت دارة مقياس الارتفاع وعطلت، اما التصميم ما كان فيه عطل. عندك دليل على الحكي اللي عم تحكيه؟ شو لسه بدك دليل اكثر؟ بكفي موشلي، خلص امشي. مريض